مساء الخير على كل مشاهدينا في مصر والوطن العربي. حلقة جديدة من عرب وود اللي بيكون فيها أهم وآخر الأخبار الفنية من مصر والعالم كله. ده أنا زيك يحيى. زيك كله تمام. كله تمام. ما تنسوش تتواصلوا معنا على كل مواقع عرب وود على السوشيال ميديا فيسبوك وإنستجرام وتويتر. ودلوقتي نبتدي حلقتنا بالهايلايت. طارق العريان يحدد مصير الخلية. بوسة أصالة وحضن أحمد حلمي يثيران الجدل. حقيقة عودة شريهان للوسط الفني بعمل مسرحي. شم النسيم موسم ألبومات كبار المطربين. نضال الشافعي بيدفع ثمن مشاركته في مسلسل شطرنج. الأمطار تفسد حفل الأوسكار للسينما العربية. أعلن المخرج طارق العريان من حوالي سنة عن تقديمه لفيلم جديد بعنوان الخلية من بطولة الفنان أحمد عز. ومن وقت إعلان طارق العريان عن الفيلم بدأت تواجهه مشاكل كتيرة وتأجل التصوير أكتر من مرة، رغم أن طارق العريان وأحمد عز عملوا بروفات كتيرة قبل التصوير. فيلم الخلية بتدور أحداثه حول ضابط في مكافحة الإرهاب بيتصدى لعدد من الجماعات المتطرفة، وكان المقرر تصويره في القاهرة. ومن الأزمات اللي أجلت تصوير الفيلم كان عدم انتهاء السيناريست صلاح الجهيني من كتابة سيناريو الفيلم، وبعدها أجرى مهندس الديكور محمد عطية عملية جراحية وتأجل الفيلم مرة تانية. بعد فترة انتشرت أخبار أن طارق العريان مشغول بتحضير مسلسل مع عمرو دياب، وكمان مشغول بالتحضير لفيلم مع تامر حسني. ورغم أن طارق العريان اتفق كمان مع عمرو يوسف لمشاركة البطولة مع أحمد عز، إلا أن عمرو يوسف اعتذر عن الفيلم لانشغاله بتصوير أعمال فنية تانية، وبعد كده جت سلسلة من اعتذارات الفنانين عن الفيلم. ورشح العريان بعدها الفنان أمير كرارة، واللي تعاقد بالفعل على فيلم الخلية وبدأ التحضير ليه، وكان المقرر بدأ التصوير في نص شهر مارس. ولحد دلوقتي مفيش أي معلومات بتفيد إذا كان الفيلم هيتم تصويره ولا هو مشروع مؤجل ولا مشروع تم الاستغناء عنه للأبد. هو مشروع الخلية، هو الوحيد اللي كان مفروض، الباقي كانت أخبار كده يعني. وإن شاء الله يعني بحضره، هو فيلم صعب. كان مفروض أدخله اليومين اللي جايين دول، ولكن هضطر أجله لأني داخل عمرو دياب مسلسل. أسابيع قليلة وهينزل ألبومات لكتير من كبار المطربين، ومنهم طبعا النجم عمرو دياب اللي هينافس الموسم ده بألبوم أحلى وأحلى، واللي بيتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم تامر حسين وعادل حقي وماديان وأحمد علي موسى وأحمد حسين. وبكده عمرو هيكون رجع للساحة الغنائية بعد فترة غياب طويلة عن سوق الكاسيت. كمان المطربة اللبنانية كارول سماحة هتنافس بألبومها الجديد ذكرياتي، واللي بتستعد بقوة للعودة للساحة الفنية بعد فترة توقف، وده كان بسبب الحمل والولادة من خلال طرح ألبومها الجديد. كارول سماحة قالت إنها بتتحدى نفسها بالألبوم ده، خاصة إنه شهد معاها مراحل كتير، بداية من زواجها حتى حملها وولادتها. وبرغم إن كتير اقترحوا عليها تأجل طرح ألبومها شوية، إلا إنها مصرة جدا على طرح الموسم ده. المطربة المغربية جنات هي كمان بتستعد لطرح ألبومها الجديد، واللي بتتعاون فيه مع شركة روتانا. جنات صورت البوستر الدعائي للألبوم وقالت إن عندها نشاط فني كبير وعدد كبير من الحفلات اللي هتحييها بعد نزول الألبوم مباشرة. أمير الغناء العربي هاني شاكر هو كمان قرر ينزل ألبوم الشهر اللي جاي مع إحدى شركات الإنتاج مع طارق عبدالله، وقام بتصوير بوستر الألبوم. هاني شاكر كمان بيتعاون في ألبومه مع مجموعة من الملحنين الكبار، منهم الموسيقار محمد ضياء وأحمد الشريف وكاريكا، وبكده بيكون نقيب الموسيقيين دخل هو كمان دائرة المنافسة. المطرب حسام حبيب كمان هينزل ألبومه الجديد، وده بعد غياب 5 سنين بعد آخر ألبوم قدمه واللي كان اسمه جوه القلب، واللي اختفى تقريبا بعد ما قدمه. حسام حبيب انتهى من إعداد ألبومه الجديد وقرر إنه ينزله قريب، لكنه محددش الوقت اللي هينزل فيه الألبوم، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم محمد سرحان وحسن الشافعي. المطربة اللبنانية إليسا قررت طرح ألبومها الجديد في الصيف، واللي تتعاون من خلاله مع شركة روتانا. إليسا اشتغلت في ألبومها الجديد مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم مروان خوري ومحمد يحيى. وكان آخر ألبوم طرحته إليسا هو حالة حب، واللي ضم 14 أغنية، منها حب كل حياتي وحالة حب ويا مرايتي، وحقق نجاح كبير في الوطن العربي. وبكده هيكون عندنا موسم ألبومات غنائية تقيل ودسم جدا، ويا ترى التنافس بينهم هيكون لصالح مين؟ ده اللي أكيد هنعرفه آخر الموسم الغنائي. عايزين تعرفوا إيه اللي حصل بين الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي في حفل توزيع جوائز الأوسكار؟ استنونا بعد شوية. شاركت الفنانة ياسمين رئيس وزوجها المخرج هادي الباجوري في مهرجان الأوسكار للسينما المصرية، وأثناء الاحتفالية قابلوا الفنانة أصالة.
أصالة أول ما شافت هادي الباجوري بسيته وحضنته ونشرت ياسمين رئيس الصورة دي على صفحتها على الفيسبوك. وبمجرد ما نشرت ياسمين الصورة أثارت الصورة ردود فعل وجدل كبير جدا، وكتير سأل ليه ياسمين نشرت الصورة دي تحديدا. والحقيقة مش بس بوصة أصالة لهادي الباجوري هي اللي عملت قلق وجدل عند الجمهور، لكن كمان صور أصالة مع زوجها طارق العريان عملت نفس الجدل. والكل استغرب من الحب الزايد بين أصالة وطارق العريان رغم مرور فترة على جوازهم، والكل وصفهم بالثنائي الجميل، ده غير ان أصالة احتفلت على مسرح الأوسكار بعيد جوازها العاشر من طارق العريان. وحصل المخرج طارق العريان على جائزة احسن مخرج عن فيلم ولاد رزق، وحصلت أصالة على جائزة احسن أغنية لنفس الفيلم. ومن ضمن الحاجات المثيرة للجدل في حفل جوائز السينما العربية واللي كانت محور اهتمام السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت، هو حضن الفنان احمد حلمي لزوجته الفنانة منى زكي بعد ما اعلنوا فوزها كأحسن ممثلة عن دورها في فيلم أسوار القمر. جائزة أفضل ممثلة منى زكي عن أسوار القمر. ورغم ان كتير وصفوا الحضن بان حب ورومانسية، الا ان البعض قالوا ان حضن كوميدي، والبعض كمان قال انه تقليد اعمى للأوسكار الامريكي وده ما بيحصلش عندنا. ومن اسباب وصف المشهد ده انه تقليد للأوسكار الامريكي وانها مش لحظة رومانسية ولا حاجة، ان الفنانة منى زكي قررت تهني المخرج طارق العريان وزوجته أصالة الاول وبعد كده رجع تاني لاحمد حلمي. وسواء المشهد رومانسي او كوميدي او حتى تقليد للأوسكار الامريكي، فده ما يمنعش ان الفنان احمد حلمي والفنانة منى زكي من اكتر الفنانين اللي قدروا يحافظوا على زواجهم لحد دلوقتي. لسه مكملين معاكم عن حفلة توزيع جوائز السينما العربية واللي كتير انتقدها وقال انها تقليد الأوسكار الامريكي لكنها مش بنفس المستوى. ورغم كل الجهد المبذول في الحفل وحضور عدد كبير من الفنانين، إلا أن كل اللي حضروا هم الفايزين بس، على عكس الأوسكار الأمريكي فاللي بيحضر المرشحين كلهم سواء فازوا أو لا. وحضور الفايزين بس بيخلي الكل يسأل هل بيتم إبلاغ الفنانين بالجائزة قبل الحضور، ولا اللجنة بتستنى تعرف مين اللي هيحضر علشان تديله الجائزة، لأنها أكيد مش صدفة. يعني بشكل واضح لو فضل اسم الأوسكار مش هيبقى عربي، ففي الآخر شخصية أوسكار دي شخصية مش عربية، شكل حتى شكل التمثال هو مصري، فيبقى لازم ليه اسم عربي ايا كان. هو جائزة السينما العربية، لكن فكرة الأوسكار ان انا بقلد، طب حتى على الاقل قلد صح، قلد كويس، عامل منتج نهائي جميل، هو في الاخر منتج الحفل نفسه رائع، لكن ما قبل الحفل مين الناس اللي طلعت على الستيج، بيعملوا ايه، حصلوا على الجوائز دي عن طريق ايه، كل الحاجات دي مرتبطه ببعض، لان انا بعمل كيان مؤسسي حقيقي للمشروع. المشروع جيد جدا ومهم جدا واحنا محتاجينه ومصر محتاجاه في التوقيت ده. الاوسكار الامريكي تابع لاكاديميه فنون وعلوم الصور المتحركه وهي المسؤوله عن الترشيحات والجوائز، واللجنة بتكون مكونة من 600 عضو، لكن ايه هي الجهة اللي بتشرف على أوسكار السينما العربية ومين هم أعضاء لجنتها وازاي بيتحدد الفايز؟ السوشيال ميديا ملهاش علاقة خالص زي برضو ما شرحنا في المؤتمر الصحفي، هي الاختيار، ما فيش حد بيختار غير صناع السينما. صناع السينما دول هم اللي في الأكاديمية الافتراضية، من ما بين منتجين على مخرجين، ممثلين، مهندسين صوت، مونتيرز، يعني كل الكاتيجوريز اللي داخله في صناعه السينما. فالجمهور ملوش علاقه بيها خالص، هي اختيارات تخصصيه بحت، فما لهاش دعوه خالص بالسوشيال ميديا. ممكن السوشيال ميديا مثلا الصفحه بتاعه الجائزه على الفيسبوك، الناس بقى يعني كل واحد بيحب يرشح او يتمنى الفوز للنجم بتاعه فبيكتب كده في الكومنتس، لكن الحقيقه هي ملهاش اي اثر، لان هي من اليوم الاول وهي متحدده طريقه التصويت ازاي، اللي هو احنا ملناش دخل بيها خالص. المهرجان اول احتفاليه اسمها جوائز السينما العربيه، وبرغم من كده ما فيهاش ولا مشاركه عربيه، وكانت كل افلام المرشحه هي افلام مصريه، فالاسم ملوش علاقه بالمضمون لان الدوره الاولى ما ترشح لهاش ولا عمل عربي. هو بشكل واضح يعني هو مسمينه اوسكار للسينما العربيه وهو للسينما المصريه. اذا كان في شويه من شيفونيه بنعتبر ان السينما المصريه تمثل السينما العربيه،
بس يعني لازم نكون المسميات واضحه. هو مشروع جيد جدا واتمنى ان هو يتعمل. فكره انه يبقى فيه حفل لتحديد افضل فيلم عربي، افضل فيلم وافضل ممثل افضل ممثله، كل المسميات دي اوكي، انها تبقى اولا اتمنى انه يبقى فيه شفافيه في اعلان النتائج، لانه النتائج اصلا تم اختيارها على اساس ايه؟ التصويت تم من خلال السوشيال ميديا، فخلال السوشيال ميديا ده تصويت حقيقي ولا لا. جوائز السينما العربيه او اوسكار السينما العربيه زي ما كان حفل مشرف لكنه كمان كان حفل مثير للجدل، فهل هتستمر الدورات اللي جايه بنفس الشكل ولا هنشوف اختلافات؟ احنا استعملنا اوسكار في كلمه واحده لما نقول للناس على غرار الاوسكار، لان احنا بنعرف، لكن احنا اسمنا اريبيان سينما اووردز، جوائز السينما العربيه اختصارها ACA، وفي ناس قالت عليها اكا، لكن اوسكار ده قصه ثانيه. الاوسكار ده ليه قصه بيهايند ورا تسميه الاوسكار دي، حاجه ثانيه يعني مش زينا خالص يعني، مش او احنا مش زيهم فيها خالص يعني. يا ترى ايه حقيقه رجوع شريهان للمسرح قريبا؟ ده اللي هنعرفه بعد شويه. ودلوقتي جه ميعادنا مع اخبارنا، واللي هنبتديها مع الفنان محمود عبد المغني، واللي عاد مره تانيه لتصوير دوره في مسلسل ازمه نسب في ديكور الحاره، وده بعد توقف عن التصوير لعده ايام بسبب تغيير الديكورات. ازمه نسب بطوله زينه ومحمود عبد المغني ووليد فواز، ومن تاليف محمد صلاح العزب ومن اخراج سعيد حاج. بتصور الفنانه شيماء سيف دورها في مسلسل صد رد، وبتظهر في شخصيه كوافيره بيحصل لها العديد من المواقف الطريفه مع ابطال العمل. مسلسل صد رد من تاليف محمد صلاح العزب ومن بطولة علي ربيع ومحمد أسامة أسقس ومحمد عبد الرحمن، ومن إخراج هشام فتحي. توقف من جديد تصوير مسلسل الكبريت الأحمر بسبب انشغال أبطال العمل بمسلسلات تانية، ومن المقرر استئناف التصوير الأسبوع اللي جاي. أحداث المسلسل بتدور في إطار اجتماعي، وبيشارك في بطولته ريهام حجاج وعبد العزيز مخيون وهاني عادل، ومن تأليف عصام الشماع وإخراج خيري بشارة. يوم تصوير واحد هو اللي باقي لصناع فيلم سكر بره علشان ينتهي العمل تماما. الفيلم في البداية كان اسمه ما يصحش كده، واتغير لاسم سكر برة علشان يكون العنوان النهائي للفيلم، وبيشارك في بطولة الفيلم الممثل إسلام جمال وأميرة هاني وخالد عليش وهناء الشرباجي، ومن تأليف محمد الدرة ومن إخراج أحمد عبد الله صالح. الفنانة التونسية الشابة عائشة بن أحمد انتهت من تصوير فيلم ابن دموعي للمخرج سمير سيف، وهو فيلم بيتناول قصة حياة أحد أهم المفكرين والفلاسفة الجزائريين واللي بتجسد فيه دور والدته. عائشة قالت إن الفيلم بيدور بالكامل في تونس، وهو من تأليف عماد دبور ومن بطولة الفنان التونسي أحمد أمين بن سعد. اتفق المنتج صادق الصباح مع المطرب أحمد سعد على غناء تترات مسلسل يونس ولد فضة، واللي بيقوم ببطولته أخوه الفنان عمرو سعد، وكمان هيقدم أحمد سعد أغنية ضمن أحداث المسلسل بخلاف التترات. مسلسل يونس ولد فضة بيشارك في بطولته سوسن بدر وريهام حجاج وهبة مجدي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج أحمد شفيق. دلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في عربوت. اتكلمنا قبل كده ان الفنانة شريهان ناوية ترجع للفن مع المنتج جمال العدل من خلال عمل مسرحي كبير، واكيد المسرحية هتكون استعراضية زي ما عودتنا شريهان، لكن في نفس الوقت هتناقش اكتر من قضية. ممكن اللي شجع شريهان على العودة للفن هو عودة الروح للمسرح، وخاصة بعد نجاح تجربة مسرح التلفزيون زي فرقة مسرح مصر وتياترو مصر. وممكن كمان شريهان حبت انها تلتقي بجمهورها وجها لوجه بعد غياب طويل، وكمان اختارت انها ترجع بشكل مختلف عن باقي الفنانات الغائبات اللي غالبا اختاروا التلفزيون عشان يرجعوا من خلاله. والحقيقه كلنا ملاحظين ان الفنانه شريهان بدات ترجع تدريجيا للعمل الفني، والبدايه لما قامت بعمل جلسه تصوير خاصه مع المصور كريم نور. والصور عجبت الجميع، والكل علق وقال ان شريهان صغرت مش كبرت، وده لانها ظهرت كانها في العشرينات من عمرها، واعتقد كمان البعض ان دي صور لبنتها، لكن نشرت شريهان بعد كده الصور على صفحتها على تويتر واكدت انها هي. وبعد نشر الصور بدات الفنانه شريهان تتواصل مع الوسط الفني وتعلق على كل الاحداث الفنيه والسياسيه من خلال صفحتها على تويتر. وكمان مؤخرا عملت شريهان زياره لاكاديميه الفنون، وكان الهدف من زيارتها مقابله الاساتذه اللي اتعلمت على ايديهم. لكن هل يا ترى شريهان هترجع للفن فعلا قريب من خلال عمل مسرحي مع المنتج جمال العدل، ولا ده مجرد خبر زيه زي اخبار كتير عن رجوعها مره تانيه؟ نتمنى من الله. عملنا جلسات عمل كبيره لمواضيع لسه مش هقول عليها حاجه خالص دلوقتي. نتمنى من الله ما تتبلور الحكايه
اول ناس هقول لكم انتوا ايه، بس باذن الله يعني الشكل اللي بنقعد بيه بيقول ان باذن الله ربنا سلم الحاجة حلوه مع بعض. شريان واحده بس ملهاش شبيه ملهاش مثيل خالص، يعني حاجه متفرده جدا. وانا اتمنى ان نعمل مع بعض حاجه حلوه. ايه هي الحاجه الحلوه؟ انا مش هقول برضو اذا كان فيلم ولا سينما ولا دراما ولا ايه، انما في الاخر هنعمل حاجه حلوه باذن الله. المطربة ساندي ظهرت من فترة وقالت إن زوجها رجل الأعمال حسام بدران هو السبب في اعتزالها، واتهمته كمان بأنه بيدمرها وبيحاول يأذيها، وقالت كمان إنه بيهددها بأمور كتير وإنها خايفة منه، واتفاجأت بقرار اعتزالها اللي اتنشر على صفحتها من فترة. وقالت ساندي إن كل ده حصل لها بسبب جوزها، لكن جوزها رد تاني يوم على اللي قالته وكذبها ونفى الكلام، وقال إنه ساعدها كتير جدا علشان تحقق اللي هي عايزاه، وإنه اتجوزها في بداية مشوارها وقدم لها أموال كتير ساعدتها في حياتها الفنية، وبعد فترة بقى المنتج بتاعها وصرف كتير على ألبوماتها ومسيرتها الغنائية. وبالنسبة للوضع الحالي لعلاقتنا الشخصية، احنا منفصلين بقالنا تقريبا داخلين على سنتين. هي طلبت الطلاق وانا رفضت الطلاق بسبب ان انا يعني متمسك بيها مش اكتر، يعني مفيش اي سبب تاني غير ان انا متمسك بيها، فمرضتش ان انا طبعا ألبلها طلبها، يعني قلت استنى اشوف هل هي متأكدة منه، هل هي ترجع في كلامها، هل هي لسه بتفكر، هل يعني مش اي حد طبعا، مش اي ست بتطلب من جوزها الطلاق يعني بينفذه في ساعتها طبعا. فهي دي كانت الفكرة، بس فكرة ان انا طلبت منها تلجأ للقضاء لان انا مش هقدر اعمل كده حفاظا على العلاقة الطيبة اللي بيننا والعشرة. فأنا ما يعني تمسكي بيكي أنا مش هقدر أعمل، مش هقدر ألبي لك طلبك. فهي اتجهت للمحاكم لحد النهاردة، يعني لحد النهاردة هي لسه قضية مرفوعة أمام القضاء. وقال كمان إنه اتفاجئ بظهورها في أحد البرامج وهي بتعيط وبتقول إنه دمرها وإنه بيهددها، ونفى كمان الاتهامات دي وقال إنه اتجوزها من سنين، وقال إنها من فترة طلبت منه يشتري لها شقة خاصة وفعلا حول ثمن الشقة لحسابها، وتفاجئ بعد كده انها سابت البيت ومشت. بالنسبة للماتيريال والألبوم اللي هي آخر بروجكت احنا اشتغلناها مع بعض اللي هو المفروض ألبوم لوف، يعني مفيش خلافات بيننا خالص. انا قدرت اتواصل معها عن طريق يعني صديق، اقرب صديق ليا اللي هو الموزع احمد ابراهيم، واقرب صديق ليها برضو، يعني هو الشخص الوحيد اللي كان قريب مننا احنا الاثنين، كنا بنقضي معاه وقت كبير يعني في الاستوديو. وهي خدت الكليبات والالبوم هينزل ان شاء الله، وان شاء الله ينجح. وساندي فنانه كبيره وليها جمهورها وتستاهل كل خير طبعا، وبتشتغل على شغلها كويس جدا. بس انا كان كل انا عندي مخاوف على الالبوم وعلى طريقه طرحه، يعني انا كنت بحاول احافظ على يعني حقوقي الادبيه سواء كمخرج بعض الكليبات او ككرييتيف دايركتور صاحب افكار. انا قعدت برضو فتره ارسم واكتب ستوري بورد لكل البروجكت وكل الكليبات، واخرجت حاجات فيها وفي حاجات الحاني. فانا كنت عايز بس اطمن على طريقة تقديمه للجمهور هيبقى شكله عامل ازاي، بما ان انا اشرفت على كل الشغل الثمان سنين اللي فاتوا، ودي اول حاجة يعني حصل بيننا خلاف او انا يعني هتنزل مش اشرافي. فحبيت بس اطمن هي رايحة فين مش اكتر، بس هو مفيش خلاف بيني وبين ساندي في الشغل حاليا، واحنا تقريبا يعني حلينا 90% من المشاكل اللي بيننا في الشغل. محدش يعرف ايه حقيقة اللي حصل بين ساندي وجوزها، لكن الموضوع فتح باب كبير من التساؤلات حوالين الفنانات اللي اتجوزوا من رجال أعمال وتسبب جوازهم في أزمة كبيرة وحصل بينهم مشاكل على الفلوس وحياتهم الخاصة. من ضمن قائمة كبيرة في فنانات كتير اتجوزوا من رجال أعمال وانتهت العلاقة بينهم بمشاكل كبيرة، ومنهم الفنانة حنان ترك اللي اعتزلت نهائيا عن الفن من 3 سنين واتجوزت من أكتر من رجل أعمال. أولهم كان سنة 1995 لما كان عمرها 20 سنة، واتجوزت حنان ترك في السر من رجل الأعمال أيمن السويدي اللي اتطلقت منه بعد شهور قليلة، وقالت في برنامج تلفزيوني إنه كان أول زوج في حياتها. حنان اتكتمت على موضوع جوازها لسنين لحد ما ظهر وثيقة جوازها من رجل الأعمال التاني وهو خالد خطاب،
وكان مكتوب في قسيمة الجواز إنها مطلقة من أيمن السويدي. ورغم كده فضلت حنان تخفي الخبر لحد ما انتحر السويدي بعد قتله للمطربة ذكرى اللي اتجوزها بعد كده. وكانت دايما حنان تركي بتحاول تخفي الموضوع واتكلمت عنه مرات قليلة جدا. وقالت حنان ترك انها اتجوزته وهي صغيره قوي واتطلقت منه لانه ما حصلش نصيب بينهم. لكن المثير ان حنان كانت فرحانه جدا لما اتطلقت من السويدي لدرجه انها وزعت شوكولاته على اصحابها. لكنها من فتره بررت الموضوع وقالت كنت صغيره ومش فاهمه قصه الطلاق وكنت مصره قوي على الطلاق ففرحت لما خدت حريتي علشان كده وزعت شوكولاته. ما حصلش نصيب يعني كان كنت انا صغيره قوي كمان وكان الموضوع كان يعني في سرعه فظيعه جدا جدا. كنت صغيره بقى ومش يعني مش فاهمه قصه الطلاق والزواج والمش عارفه ايه. حنان اتجوزت بعد كده كمان من خالد خطاب رجل اعمال برضو وخلفت منه اتنين هما يوسف وادم. لكن المشاكل كانت بينهم كتيره جدا لدرجه انهم اتطلقوا 3 مرات. وكانت اهم مره لما اتطلقوا بعد ارتداء حنان ترك للحجاب اللي كان رفضه خالد وحس ان حياته معاها مش هتكتمل. الفنانه غاده عبد الرازق هي كمان اتجوزت من رجل اعمال لكن حياتها معاه انتهت بالفشل. وفي 2012 ارتبطت لاول مره برجل الاعمال المحبوس دلوقتي محمد فوده لكنهم اتطلقوا ورجعوا لبعض اكتر من مره لحد ما اتطلقوا للمره الثالثه من سنه. بدات علاقه غاده وفوده قبل 18 سنه من جوازهم وكانت علاقه صداقه واتكلمت عنها غاده في اكتر من حوار. وفي سنه 2012 اتجوزوا بس في نفس السنه اتطلقوا بعد ما قالت ان محمد فوده خانها. حصل كده في اول شهور الجواز. شوف انا كنت مشغوله جدا في التصوير وبصور في حاجات كتير قوي وما كانش عندي وقت يعني كتير اقعد معاه. شو صار؟ فوصل لي خبر كده مش لذيذ وواجهته بيه وقال لي اه. شو خبر؟ خيانه او مش قوي كده، حاجه شبه كده شويه. بعدها بفتره رجعوا لبعض تاني وقالت غاده انها يمكن تكون فهمت الموضوع غلط وانه ما قصدش انه يخونها. لكن بعد فتره اتطلقوا للمره التانيه وبعدين عملوا جلسه صلح ورجعوا لبعض. لكن السنه اللي فاتت اتطلقوا للمره الثالثه وقال مكتب غاده الاعلام انه تم الانفصال منذ فتره بين كل منهما في هدوء على ان تبقى علاقه الصداقه بينهما مستمره. اما الفنانه ليلى علوي هي كمان اتجوزت من رجل الاعمال منصور الجمال بعد سنين كتير من مقاطعتها للجواز. وكانت دايما مثار الاحاديث والتساؤلات بسبب عدم جوازها، لكنها اتجوزت وقالت انها بتعيش اسعد ايام حياتها مع الجمال. وفي احد البرامج ظهروا الاثنين مع بعض وقال الجمال انه اتعرف عليها من خلال مناسبات خاصه كانت بتعملها السفارات وانه حبها جدا وانه مبسوط بالعلاقه معاها ورفض انها تتقارن بالاجنبيات وقال انها احلى من اي واحده شافها. وده اثر في ليلى جدا لدرجه انها بسيته على الهوا. بس السعاده دي ما فضلتش كتير لانه بعد فتره تم اعلان انفصالهم رسميا عن بعض. الفنانه الهام شاهين هي كمان اتجوزت من رجل اعمال وانتهت حياتها معاه نهايه سيئه جدا. وده اللي ظهر لما عقدت وزاره الداخليه مؤتمر في التسعينات قالت انها احبطت محاوله رش ميه نار على وش الفنانه الهام شاهين وانه بعد التحقيق مع الشخص اللي حاول يرش عليها ميه نار طلع واخد فلوس من رجل اعمال لبناني اسمه عزت قدوره. والحادثه دي فتحت باب كبير للتساؤلات جاوبت عنها الهام شاهين وقالت انها كانت متجوزه قدوره في السر لمده سنتين لكن بعد طلاقها منه حاول انه يهددها علشان ترجع له والموضوع ما نفعش في النهايه. كان الخلاف بينا كبير جدا 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 لان هو كان زعلان قوي لان انا كانت العصمه في ايدي وانا اللي طلقت نفسي منه فكان معتبر ان ده في اهانه. في اهانه لإله؟ اه يعني ارجعي لي وانا اللي طلقتك. يعني هو كان شخصيه عنيفه يعني كان شخصية عنيفة. طبعا. ومن أكتر الزيجات المأساوية كان زواج المطربة الراحلة ذكرى من رجل أعمال أيمن السويدي واللي قتلها وانتحر بعد خلافات كبيرة جدا بينهم في نوفمبر 2003. وقالت تحقيقات النيابة إن الزوجين كانوا دايما في حالة شجار وده اللي أكدته ذكرى قبل وفاتها بأيام. وقالت كمان إن جوزها كان عايزها تعتزل لكنها رافضة وإنهما دايما بيتخانقوا. زواج الفنانات من رجال الأعمال زواج عادي وبيحصل بشكل مستمر لكن في قصص مش عادية بتحول الجواز من حكاية رومانسية لفضايح وأزمات على الشاشات وصفحات الجرايد. يا ترى إيه حقيقة رجوع شادية للساحة الفنية بدعم من الفنانة نبيلة عبيد؟ ده اللي هنعرفه بعد شوية. ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار النجوم على السوشيال ميديا واللي هنبتديها مع المطربة الشابة كارمن سليمان اللي احتفلت بمرور 4 سنوات على فوزها بلقب أرب أيدل ووجهت شكرها لكل اللي دعمها للفوز باللقب. وكتبت كارمن على صفحتها على الفيسبوك زي النهاردة من 4 سنين بدأت الرحلة والمشوار. النهاردة بنحتفل بمرور 4 سنين على فوزي بلقب أرب أيدل. عايز أقول لكل الناس اللي دعموني وشجعوني إن أنتوا جزء كبير من النجاح.
شكرت الفنانة نادية الجندي جمهورها ومحبيها على تهنئتها بعيد ميلادها، وقالت نادية الجندي على انستجرام: بشكر كل جمهوري الحبيب واللي هنأني بعيد ميلادي النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين ودايما معايا. كمان خاصت بالذكر الفنانة نبيلة عبيد والفنانة لبلبة والإعلامية بوسي شرب. أشادت الفنانة التونسية درة بوجود الأصدقاء في حياتها، وكتبت درة على الفيسبوك: الحمد لله على نعمة الأصحاب الحقيقيين، ليكم مكانة كبيرة حقيقية في قلبي. استعادت سوزان نجم الدين حسابها الرسمي على الانستجرام بعد ما تعرض للقرصنة، وكتبت سوزان على الانستجرام: تقريبا عرفنا مين اللي كان سارق الحساب، ولو كررت البنت دي محاولتها فانا هعلن اسمها لكل الناس. شاركت المطربة العراقية شازها حسون جمهورها على الانستجرام في تحضير الطعام بعد ما نشرت صورة لطبق مغربي من اعدادها، وكتبت تعليق على الصورة قالت فيه: شغل ايديا وحياة عينيا. نشر الفنان خالد الصاوي صورة عبر حسابه على الانستجرام بتجمعه بالفنان احمد حلمي، وحازت الصورة على اعجاب جمهور متابعي الصاوي على انستجرام. دلوقتي هنخرج لفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في عربود. فيلم 10 كلافرفيلد من اكتر افلام الغامضه، فلحد ما نزل التريلر بتاعه محدش كان سمع عن الفيلم. حتى بالنسبه لنجوم الفيلم نفسهم بيعتبروه تجربه جديده وفريده في صناعه الافلام. تعالوا سوا نعرف منهم. I focused on being prepared. I saved your life by bringing you here. I knew this day would come. اسم الفيلم بيوحي انه ليه علاقه بفيلم الرعب كلافرفيلد اللي اتعمل سنه 2008، بس برضه محدش عارف اذا كان ليه علاقه بالفيلم ولا لا، ولا هو تكمله او ماخوذ عنه. تعالوا نشوف صناع الفيلم رايهم ايه. I didn't really care cuz I don't talk to anybody anyway, but it was very easy. There were only three of us basically to deal with. I only worked with two other people. So we were, you know, good at keeping our mouths shut. We were like a little club that met every day in the on the set in New Orleans. When we were making the movie, we were just so in the bubble of making it, and you're on the set every day, you're only hanging out with each other, you rarely really speak to the outside world, you know? So it wasn't that hard when we were shooting. I think it was in the aftermath, in this past year or so, trying to explain to people what it was without really giving away too much was the tricky part. But I'm happy that we were able to keep it under wraps for as long as we did. I really like the idea that you can just kind of throw yourself into a project and not really worry about expectations or what anyone else is going to think. And so because we made it in a kind of small, secluded kind of way, it was really fun to just lose ourselves in the project and have a good time working together. And now it's amazing that here we are a little while later. It's a really cool thing to be a part of. No! No, no! No! Don't open that door! They're going to get all of us killed! جزء كبير من الفيلم بتدور احداثه في مكان غريب. طب تفتكروا الممثلين كانوا بيعملوا ايه علشان يسلوا نفسهم وهم قاعدين فتره طويله في مكان زي ده؟ ده اللي هنشوفه دلوقتي. I don't know. I didn't see the first Cloverfield. It was called something else while we were shooting it. So yeah, I don't know from Cloverfield. I think that they're connected in spirit, you know. I think that you know, they both take on this very big idea, which is the idea of the sort of monster movie, and tell it in a very new, fresh way, in a way that's much more personal and kind of intimate. ولكل الناس اللي بتحب افلام الرعب تقدروا تشوفوا دلوقتي فيلم 10 كلوفرفيلد لين في السينمات. I think it's a new chapter, you know, if you look at that name and think that this could possibly be the beginning of, you know, in the way that you have like serial comic books or something that are always kind of changing what they're about but keeping the same kind of thematic tonality and just kind of heart and soul of it. I think that it's the next kind of step in that evolution. I'd be, what would I do? Probably listen to records. I'd bring a guitar, definitely, so that I could play music. Oh gosh, anything for Beethoven to Chuck Berry. The hard thing about being a bunker for me would be that I need like flowers and trees around. I think the tagline is very apt. Monsters come in many forms, and I think that that's something that the film explores
in so many ways, in many, many layers, you know, from the monsters within themselves that the characters are dealing with and the potential monsters that could be on the outside world. So I love that tagline, and I think that it speaks volumes about what the film is saying. Something's coming. بعد شوية هنعرف ايه هو الثمن اللي دفعه نضال الشافعي بسبب مشاركته في مسلسل شطرنج. بتعتبر الفنانة شادية من أهم فنانات مصر وجمعت بين التمثيل والغنى وقدمت مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية وبدايتها كانت من خلال دور صغير في فيلم أزهار وأشواك ولقبوها النقاد بدلوعة السينما. وبالرغم من تاريخ شادية الفني الطويل إلا أن حياتها دايما كانت خط أحمر ورفضت عروض كتير لتقديم سيرتها الذاتية على الشاشة سواء في السينما أو التلفزيون. وعملت شادية لنفسها خصوصية وابتعدت عن الأضواء من فترة طويلة وحددت فنانين معينين ما زالت بتتواصل معاهم منهم الفنانة نبيلة عبيد. والفنانة نبيلة عبيد فاجأتنا بتصريح صحفي ليها وأكدت إنها ناوية تعيد تشغيل شركة الإنتاج الخاصة بيها. وحاليا بتدور نبيلة عبيد عن مؤلف لكتابة المسلسل والأكيد إنها هتستمد المعلومات من الفنانة شادية واللي أكيد برضو وافقت على تقديم سيرتها الذاتية على الشاشة أخيرا. واضح إن نبيلة عبيد قدرت تقنع الفنانة شادية لأنها شايفة إن تقديم السير الذاتية للفنانين بتوثق تاريخهم وبيفضلوا معانا طول الوقت، وقررت نبيلة عبيد كمان إنها تقوم بدور بطولة المسلسل. حاجة حلوة جدا لما نشوف عمل عن الفنانة الجميلة شادية واللي تربينا على أفلامها وحبيناها وهي بتمثل وهي بتغني كمان، والحقيقة إنها نجحت في كل الأدوار، لكن السؤال هنا هل هتقدر نبيلة عبيد إنها تجسد شادية على الشاشة؟ يا ترى إيه هو سر حزن المغني كريس مارتن؟ ده اللي هنعرفه بعد شوية. كشف الفنان نضال الشافعي لكاميرا عرب وود انه بيواصل تصوير مشاهده في مسلسل شطرنج وكمان انه بيحضر لتجربتين جداد في السينما. التجربتين دول هما فيلم اخر لحظه من تاليف واخراج هاله مدني وفيلم هوجه عرابي تاليف رائد لطفي للمخرج احمد البنداري. هو يعني باذن الرحمن مشروع سينما باذن الله قريب، في فيلم اسمه هوجه عرابي وفي فيلم اخر اسمه اخر لحظه. آخر لحظة من تأليف وإخراج الأستاذ هالة مدني، فيلم هوجة عرابي من إخراج الأستاذ أحمد البنداري وتأليف الأستاذ رائد لطفي. فإن شاء الله بإذن الله أتمنى أنه المشروعين دول يشوفوا النور ويبقوا على نفس القدر ونفس القيمة للأعمال اللي الواحد اختارها قبل كده وأنه كانت سبب في حب الناس ليه، وأتمنى من ربنا أنه يبقى الخطوة الجاية تبقى أحسن من اللي فاتت بكتير. أما نجاح تجربته في مسلسل شطرنج فاعتبر نضال الشافعي أن النجاح ده توفيق من عند ربنا وأنه تحدى ناس كتير كانت بتشكك فيه أنه ممكن يشيل بطولة مسلسل من كذا جزء. أنا طبعا سعيد جدا جدا بمسلسل شطرنج وتوفيق من عند ربنا كبير أنه ربنا كرمني بعمل زي دوت. يمكن زي ما حضرتك بتقول ناس كتير كانت بتقول ان احنا حابين نشوف نضال هل عنده القدره انه يشيل مسؤوليه مسلسل بحجم وشكل كبير يعني، فالحمد لله فضل الله على الواحد كبير جدا انه ربنا رزقني بعمل زي ده. فانا سعيد جدا جدا بعمل شطرنج وسعيد بردود الافعال اللي حصلت. المسلسلات المكونه من كذا جزء بيكون النجاح فيها الاجزاء الاولى من المسلسل على عكس مسلسل شطرنج إلا حقيقة الأجزاء الجديدة نجاح أكبر من الجزء الأول. هو فكرة الأجزاء أو السوب أوبرا بشكل عام هو ده كان تحدي كبير بالنسبة لنا في شطرنج إن احنا نعمل مسلسل مصري أجزاء كتيرة بشكل أو بآخر يعني وعدد حلقات كبير، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك بتقولوا يمكن ده كان من المفاجآت بتاعتنا أو المفاجآت اللي حصلت إن احنا يبقى الأجزاء المتتالية أو الجزء الثاني أو الثالث يبقى أفضل إلى حد ما من الجزء الأولاني. ده توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت الخطة نفسها بتاعت البروجكت نفسه أو بتاع المشروع نفسه من أول ما ابتدينا نتكلم فيه احنا بنتكلم على الخطوط دي من الحلقة رقم واحد الجزء الأولاني، يعني احنا في تأسيس للمشروع بشكل أو بآخر مش انه يتكتب 30 حلقة أو 60 حلقة ونتوقف، على قد ما احنا بنتكلم من الأول ان احنا نكتب حوالي 200 حلقة أو 250 حلقة، فده موجود في المشروع نفسه من البداية. نضال الشافعي اعترف لكاميرا عرب وود انه دفع ثمن كبير مقابل موافقته على المشاركة في مسلسل شطرنج بأجزائه واللي كان محتاج منه تفرغ تام.
كل دي حاجات كانت مشجعة بالنسبة لي ان انا اخوض التجربة واخوض المغامرة وان احنا نعمل شطرنج باجزاء كبيرة. وزي ما بيقولوا كل شيء وله تمن، يمكن كان التمن اللي انا دفعته هو انه اتفرغ تفرغ كامل لمدة سنتين تقريبا، ما عملش اي حاجة تانية غير مسلسل شطرنج، ما عملش فيديو تاني، مسلسلات تانية، ما عملش سينما تانية، افلام في السينما يعني. فيمكن انا سعيد باللي انا دفعته، وسعيد في النهاية بانه عمل شطرنج طلع للنور، والسعادة اللي ما بعدها سعادة انه ألاقي اهتمام الناس وألاقي حبهم وألاقي الناس متابعة وحابة تتفرج. فأعتقد يعني أنا ما دفعتش حاجة، بالعكس أنا كسبت كتير جدا من حب الناس. وفي آخر لقائنا مع نضال الشافعي كشف لنا إذا كان هيعمل صناع المسلسل جزء رابع وخامس ليه، ولا هيكتفوا بالجزء الثالث اللي قربوا الانتهاء من تصويره. أعتقد أنه احتمال كبير يبقى فيه أجزاء تانية، ولكن إلى الآن ما اتضحتش الصورة قوي، ولكن أنا بإذن الله في احتمال وارد جدا أنه يبقى فيه أجزاء تانية بإذن الله. لقاءات حصرية لكاميرا عرب وود من مهرجان جوائز السينما العربية بعد شوية. ودلوقتي نبتدي أخبارنا العالمية اللي هنبتديها مع رابر كومن، واللي كشف مؤخرا عن انه هيشارك في فيلم سويسايد سكواد، لكنه مش مسموح له انه يقول معلومات اكتر من انه هيلعب دور شخصيه شريره اسمها مونستر تي. لحد دلوقتي شيا لابوف ما اكدش خبر خطوبته رسميه لحبيبته مايا جوث، مع ان كانت انتشرت اشاعات انهم بيحضروا للزواج الشهر ده، وزادت الاشاعات بعد ما شهدت مايا وهي لابسه خاتم فيه ماسه كبيره في ايدها الشمال. جيسيكا شاستين سعيده بقرب اطلاق فيلمها الجديد ذا هانتسمان وينترز وور، واللي بتلعب فيه دور سارة، وهي فتاة اتدربت من صغرها علشان تكبر وتكون محاربة من طراز خاص، وبتقع في غرام كريس هيمسوورث اللي هو بطل الفيلم صاحب شخصية هانتسمان. والفيلم هينزل في السينمات الأمريكية في يوم 22 أبريل قبل ما يطرح في السينمات العالمية. اعترف كريس مارتن بعد سنتين من انفصاله عن جوانيث بالترو انه لسه مش مصدق انهم اتطلقوا، وقال مغني فريق كولد بلاي انه بيصحى في ايام كتير وهو حاسس بالندم، ورغم انفصالهم لكن الاثنين محافظين على علاقة طيبة بينهم عشان خاطر الأولاد. بعد ما عمل مفاجأة لكل محبيه وطرح ألبوم مفاجئ بعنوان Untitled Unmastered، كندريك لامار قال إنه بيحضر لألبوم تاني ورجع يسجل في الاستوديو بالفعل، وكانت آخر أعمال لامار اتصدرت قائمة بيلبورد 200. من الأفلام الجديدة اللي هتنزل قريب فيلم The Conjuring 2، وفيها نشوف رحلة إيد ولورين لإنجلترا عشان يساعدوا سيدة عايشة في بيت مسكون بالأرواح الشريرة، والفيلم من إخراج جيمس وان اللي أخرج الجزء الأول. تتعرض الأخوات كارداشيان لقضية غريبة جدا، الموضوع إن كان في شركة تعاقدت مع الأخوات كورتني وكيم وكلوي ودفعوا لهم 10 مليون دولار لتمويل شركتهم الخاصة ببيع منتجات تجميل، لكن المسؤولين في الشركة بيهددوا برفع قضية ضدهم لأنهم ما التزموش ببند في الصفقة بيلزمهم بكتابة تويتات عن المنتجات بتاعت الشركة على حساباتهم الشخصية بتويتر. دلوقتي هنطلع لفاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا في عربون. مش بس محبي السينما في العالم كانوا مستنيين فيلم باتمان فيرسس سوبرمان داون اوف جاستس، كمان الممثلين نفسهم كانوا بانتظار الفيلم. فالنجمة ايمي ادمز اعترفت انها كانت سعيدة جدا بانها لعبت دور صديقة سوبرمان لويس لين، لانها اصلا كانت بتحبه وهي صغيرة وكانت دايما بتتخيل نفسها انها حبيبته. I mean initially I think it was just because he was really cute. I was young. I didn't understand everything. But as I grew up I loved the idea of this sort of half like seemingly so human superhero that also had these amazing powers, but his ultimate thing is that he was kind, he was fair, he was he's just like perfect in my mind as a kid. Yeah, so it's nice to get to have him as my boyfriend for whatever time we have when we're filming. صحيح ايمي شايفه ان الفن بيقلد الحياه الحقيقيه، لكن ده مش معناه انها متوقعه انها تحقق حلمها في انها تكون بطله خارقه. I would love to. I think it's kind of not going to happen for me in this lifetime, but I love the idea of being immortal inside of the superhero universe, so that's been really fun. And I do love action films. I'd love to do like Sigourney Weaver and Alien, something like that, like something really just like awesome. زي كتير من الأفلام المأخوذة عن القصص المصورة زي باتمان vs سوبرمان دون اوف جاستس بتكون بتعتمد بشكل كبير على المؤثرات والخدع البصرية. I think the thing that struck me when I saw the film was that it was fascinating to see the way that two people who really are after the same thing, like fighting crime and saving people and all this goodness that exists in their hearts, how it can be warped by fear and how
you know, media, which is represented in our film as well, can sort of play on the public's perception of how we view threats, how we view a threat. And so, you know, they show how, you know, both Batman and Superman show how easy it is to manipulate people through words and through media and through fear. لكن الأهم إن وراء الأكشن الجامد ده بيكون فيه رسالة مهمة جدا للجمهور. شارك صناع ونجوم السينما المصرية في الحفل الأول لتوزيع جوائز أوسكار السينما العربية. جوائز أوسكار السينما العربية بتتميز بأنها بتمنح جوائز في تخصصات مختلفة من صناعة السينما، منها المكياج والمؤثرات البصرية والديكور وتصميم الملابس والموسيقى التصويرية. ومن بين النجمات اللي فازوا بجائزة التميز عن مجمل أعمالهم الفنية كانت الفنانة يسرى، اللي اعتبرت أن أكتر حاجة حلوة في أوسكار السينما العربية هو تجمع الفنانين في حدث فني ضخم زي ده. أنا فرحانة بلم شمل الفن والسينما والمنتجين والممثلين والمخرجين، لأن السينما دي هي حياتنا، السينما دي من أهم ما يكون في حياتنا، ده الحلم اللي احنا كنا دايما بنحلم بيه. أما الفنان أحمد الفيشاوي واللي فاز بجائزة أفضل ممثل دور تاني عن فيلم ولاد رزق، فأشاد بالتنظيم جدا وكان متوقع كمان فوزه بالجائزة. الحقيقة أنا مبسوط بالتنظيم مبدئيا، إن في نظام أكتر من أي حاجة شفتها يعني لحد دلوقتي، ويا رب آخد جائزة، يعني أنا يعني بأمل آخد جائزة. المخرج أمير رمسيس تمنى أن فيلمه بتوقيت القاهرة يفوز بجائزة أفضل ممثل للفنان القدير نور الشريف، وهو ده فعلا اللي حصل، وقال كمان أنه سعيد بوجود أوسكار عربي على غرار الأوسكار الأجنبي. يعني أنا سعيد بالإيفنت جدا، لسه كنت بفكر النهاردة أن احنا الأول ما يبقى عندنا نومينيشنز شبيهة في مصر، يمكن شبه السيزار في أوروبا، شبه الأوسكارز، شبه كونسبت ان صناع السينما يبقوا بيصوتوا وبيختاروا فيلمهم المفضل او العنصر المفضل، يعني ان يبقى في صناع وليس لجنه التحكيم هم اللي بيصنعوا الجائزه. يعني انا سعيد بالاختيار طبعا، سعيد بالافلام المرشحه جنبي، لان في افلام منها انا شايف انها تستاهل جوائز اكتر مني. توقيت القاهره طبعا مش محتاج اتكلم عنه، ان احنا اتكلمنا عنه كتير، والفيلم قريب جدا لقلبي من اقرب افلامي الروائيه ليا. وطبعا قبل اي حد اتمنى جائزه للراحل نور الشريف، يعني لان شايف انه اكتر حد يستحقها. يعني القائم على الحفل ماجد حسني كشف لنا ان الفكره دي كانت عنده من سنه 2009، بس الاستعدادات الماديه كانت غير متاحه وقتها، وكشف لنا كمان عن طريقه اختيار الافلام الفايزه. الفكره موجوده من 2009 وحاولنا نعملها، بس لوجستياتها صعبه شويه، مصاريفها كتيره شويه، حاولنا تطلع للنور بمساعدات بمشاركات معينة. 8 أفلام تم اختيارهم عبر 16 ناقد من أصل 36 فيلم اللي هم تم عرضهم في دور العرض المصرية في 2015. بالتالي الثمان أفلام دول بالكاتيجوريز بتاعتهم كلها هم دول اللي بيتنافسوا في ال 18 جايزة اللي هيتم الإعلان عنها جوه، اللي ما حدش يعرفها لحد دلوقتي، يعني لحد ما نجيبها على مصر. الموسيقى التصويرية من أهم العناصر المؤثرة في نجاح الأفلام السينمائية، ومشاركة الموسيقى التصويرية في أوسكار السينما اعتبره كتير من رواد الموسيقى التصويرية بأنه بيرجع السينما لسابق عهده. أنا سعيد جدا بأن هم انتبهوا للموسيقى التصويرية كما كان في الزمان السابق من 3 عقود. يعني المفروض الموسيقى التصويرية دي ضلع رابع للفيلم، والمفروض انها لا تغفل. يعني هو مبقاش غريب دلوقتي على المهرجانات طبعا في مصر الاهتمام بالموسيقى التصويريه ولا الصناعه نفسها، هي حاجه مش غريبه، بس هو دلوقتي يعني دخلنا في نوع يعني طعم مختلف من المهرجانات، وده شيء احنا بنشجعه واكيد سعداء بيه، يعني لان احنا كذا حد مرشح، وبالتالي الترشيح ده هو شيء من الانتقاء، فمبروك مقدما لاي حد. اما المخرج طارق العريان ففاز فيلم ولاد رزق بجائزه افضل فيلم، رغم اننا لما قابلنا المخرج قبل اعلان النتيجه كان متوقع فوز فيلمه الثاني اسوار القمر. عطيه مهندس الديكور، اعتقد ان هو عمل مجهود جبار. وليد صبري منتج الفيلم اللي تشجع يعمل فيلم صعب جدا، كنت انا قايل له من الاول ان احنا داخلين نعمل فيلم تكنيكال ما عملناهوش قبل كده، وهيبقى تكاليفه كتيره، والله اعلم لو هيبقى جماهيري ولا لا، لان هو فيلم يعني موضوعه ممكن يبقى ما هوش جماهيري قوي. فدول الاثنين اولاد رزق الحقيقه
تيم كبير، الممثلين كلهم عملوا مجهود جبار. طبعا عطية ومازن متجول مدير التصوير برضو كان جزء مهم جدا في الفيلم، اتوقع لمازن يعني في ولاد رزق. فيلم اسوار القمر فاز هو كمان بجائزه احسن ممثله للفنانه منى زكي، وقال مؤلف الفيلم محمد حفظي انه سعيد جدا بتكريم كل العاملين في الفيلم خاصه الناس اللي ورا الكاميرا. اسوار القمر انا طبعا فخور بكل الناس اللي اشتغلوا فيه، بس الاهم من ان انا مرشح ان احنا النهارده بنحتفي بالصناع اللي ورا الكاميرا، الناس اللي مش دايما بنحتفي بيهم او بنكرمهم، زي الناس اللي اشتغلت في الصوت والمكياج والمؤثرات والمديرين التصوير والصناع اللي بيتعبوا في الافلام على قد المخرج وقد الكاتب وقد الممثل يعني. فانا مبسوط ان احنا بنحتفي بيهم النهارده، واتمنى ان يعني ده يساعد ان الناس دي شغلها يبان اكتر ونرتفي بيهم اكتر يعني ان شاء الله. فنانين ونجوم كتير اشادوا بتنظيم حفل الاوسكار واعتبروه من اضخم الحفلات الفنيه اللي اقيمت في الفتره اللي فاتت. والله هو اهم حاجه اليوم ان شاء الله يشرف البلد ويشرفنا كلنا باذن الله يا رب، ويبقى ومجهود الناس نظمت بيه الاحتفاليه دي يا رب يطلع على خير باذن الله. انا بجد مبسوط جدا جدا، لاني اولا يعني المسابقه زي ديت اللي بتتعمل بره بالشكل اللي احنا بنشوفه بنعملها هنا السنة دي في مصر على مستوى الوطن العربي كله بيشوفها، دي حاجة أنا فخور بيها جدا. أنا مبسوطة إن إحنا بنحاول إن إحنا نعمل مهرجان جديد بشكل متنظم كويس بشكل مرتب، حلو إن يبقى فيه أكتر من مهرجان، المنافسة بتبقى في الآخر شيء كويس. وفنانين تانيين رغم إنهم ما كانوش مكرمين في حفل الأوسكار إلا إنهم أصروا على الحضور لمشاركة زمايلهم الفنانين والنجوم بلحظات التكريم والفوز. أنا جاية فخورة بزملائي وزميلاتي اللي هم بيتسابقوا، وجاية زي ما تقول احترام وفخر وتقدير ومحبة لكل المشتركين وكل منظمين الحفل. أنا جاي نحتفي بما صنعنا، الصناعة جزئين، جزء شقة وتطلع المنتج وجزء تحتفي بيه وتقدمه وتسوقه. بصراحة مبسوطة قوي ان انا اول مرة اجي مهرجان كبير زي ده، وكده هيفكرنا مهرجان القاهرة اللي كنا كلنا بنتبسط قوي لما بنروحه، واقول مبروك مقدما لكل الفنانين اللي هياخدوا جوائز ويتكرموا النهاردة ان شاء الله. انا مبسوطة جدا بالايفنت دي، وبتمنى ان تبقى بدايتها خير وتكمل على طول كل سنة. جاية اهني ومبسوطة قوي، بس كان ناقصنا عدد اكبر من الافلام، وان شاء الله السنه الجايه يكون عندنا عدد اكبر وافلام كتير وسينما متالقه ان شاء الله. وفي اخر لقاءاتنا في حفل توزيع اوسكار النجوم كشف لنا عدد من الفنانين وصناع السينما عن اعمالهم الجديده، وكان منهم المنتج جمال العدل. بقدم للنجمه الكبيره يسرى في خيط حرير عمل مختلف عن كل الاعمال اللي عملتها يسرى في حياتها، شخصيه جديده خالص عليها، موضوع جديد كمان خالص عليها، والجميلة النجمة نيلي برضو في موضوع مختلف عن كل سنة. هنا معايا هاني خليفة المخرج الجامد جدا، وهناك معايا شوقي المجري المخرج التونسي العظيم اللي بيحصد كل الجوائز، وبإذن الله ربنا يسهل بإذن الله ونعمل عملين يعني أتمنى يطلعوا كويسين جدا. في ثالث كامل أبو ذكري بس اللي هو وحده الغروب، ومريم نعوم برضو، بس للاسف مش هنلحق ننزله لانه عايز تحضير كبير جدا وبنبني له قره وجو بنصور كله في سيوه، فهياخد وقت طويل، هيطلع السنه الجايه باذن الله بس بنصوره من دلوقتي. وكشف لنا كمان المخرج هادي الباجوري عن انتهائه من تصوير فيلم هيبتا واللي هيعرض في شم النسيم. لا مش هكلم عنه قوي عشان هي دي لازم الناس تشوفه وبعدين هي اللي تحدد كل حاجه. انا كل عايز اقوله ان انا عملنا مجهود المفروض ان هو يبقى كويس واللي يبقى الاوتكم كويس، وان شاء الله يعجب الناس باذن الله. الامطار كانت هتبوظ حفل الاوسكار الامريكي السنه اللي فاتت في دورته 87 بعد ما اتجمعت فوق الخيمه الموجوده على ريد كاربت، لكن القائمين على تجهيزات حفل الاوسكار كانوا متوقعين ده وعملوا حسابهم، وخصوصا ان الفتره دي من السنه الجو فيها بيكون ممطر. وبالرغم من ان ريد كاربت لحفل الاوسكار بتكون في مكان مفتوح، الا ان المسؤولين عن تجهيزات الحفله بيعملوا حسابهم لتقلبات الجو، وده اللي ما اتعملش حسابه في حفل توزيع جوائز الاوسكار للسينما العربيه. وفي الفتره دي من السنه في مصر بيكون الجو متقلب وبيصادف سقوط امطار، وده اللي حصل بالظبط واربك الحفله لفتره قصيره، لكن بعد كده النجوم كملوا الحفل عادي، بس طبعا بعد ما تاثروا بالمطر. في بشره خير، في مطر، في ندى، ففي بشره خير حلوه، واتمنى لهم التوفيق، ويا رب يا رب يبقى
حصل حاجة حلوة جديدة. مطر بتمطر، شفت الخير؟ الله أكبر. أتمنى إن تبقى بدايتها خير وتكمل على طول كل سنة، بس أنا مش مكنتش مساعدة على الحمام الحقيقة، شاور مش عايز أخد شاور الحقيقة. وبكده بتكون خلصت أخبارنا النهاردة من عرب وود. نشوفكم بكرة وحلقة جديدة وكل أخبار أهل الفن عندنا بس في عرب وود. شكرا دانا. ميرسي جدا ليك يا يحيى. ما تنسوش تتواصلوا معنا على كل مواقع عرب وود على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام وتويتر، ونشوفكم بكرة في نفس الميعاد. باي.